السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو واحد النوع آخر ديال الحلويات ديال المناسبات ولا الأعياد. هاد الحلوة هادي يعني كنديروها بالتمر، يعني كنقولوا ليها حلوة ديال التمر. غنحتاجو لهاد الحلوة هادي واحد مجموعة ديال المكونات، وغنبداو يعني بالمرحلة الأولى اللي هي الحشوة، يعني العقدة ديال الحلوة. كنحتاجو ليها 500 غرام ديال التمر، من الأحسن أننا ناخدو التمر اللي كيكون يعني رطب ما يكون شكل قاسح. هاد التمر هذا كنحيدو ليه النوا ديالو وكنفوروه حتى تقريبا 20 دقيقة، من بعد كنطحنوه. وكنحتاجو كذلك معاه واحد معلقة صغيرة ديال القرفة، معلقة صغيرة ديال القرفة. وغادي نحتاجو معاه معلقه صغيره ديال الزبده، الزبده تكون يعني لينه مجبدينه من الثلاجه على درجه الحراره ديال المطبخ. كنحتاجو معاها واحد معلقه كبيره ديال الزنجلان اللي كيكون ديجا محمر. كنحتاجو كذلك معاها معلقه كبيره ديال ماء الزهر وبياض ديال البيضه. هادو هما المكونات اللي كنحتاجو لهاد العقده ديالنا. كناخذوا هاد المكونات كلهم كنخلطهم مع هذا ابيض البيض. هذا ابيض البيض غادي نخليه لاننا غادي نحتاجو ليه منين بغينا نديرو يعني تزيين مع واحد القدر ديال الزنجلان. خصنا ضروري نزيدو واحد الكميه الزنجلان لاننا غادي نحتاجوها للتزيين. غادي نخلطوا كلشي هاد المكونات، يعني التمر والزبده قرفه والزنجلان والماء الورد، باش نكون حصلوا على واحد العقده يعني ملسه ويعني متماسكه. العقده ديالنا صافي، هي وجدناها كما شفتوا، خلطنا دوك المكونات مع بعضياتهم. غادي نديروها في الثلاجه بحريتما اننا نوجدوا العجينه. غادي نمشيو دابا للمرحله الثانيه اللي هي كيفاش نحضروا العجينه. هذه المرحله يعني الثانيه ديال الحلوه. غادي نحتاجوا ليها لهاد العجينه هذه 500 غرام ديال الدقيق الابيض اللي هو الفرص. نحتاجوا للدقيق يكون يعني من نوع جيد، ونحتاجو جوج معالق كبار ديال السكر سنيده و 250 غرام ديال الزبده، تكون يعني على درجه حراره المطبخ. وغادي نحتاجو كذلك لواحد الياغورت طبيعي او الياغورت بمنكه بشي نكهه على حسب الذوق ديالكم، او لا ديروا ياغورت طبيعي وديروا معها يعني واحد المنسم. انا درت الروح ديال الفاني ودرت ياغورت طبيعي. هذه هي المكونات اللي غادي نحتاجو للعجينه كما شفتوا، سنيده حتى هي ما نساوهاش، جوج معالق وواحد القبيصه ديال الملح ضروري هي كنحتاجوها دائما في العجائن. خدينا الدقيق ديالنا درناه في هذا الاناء وضفنا معاه سكر ثقيل. انا قلت سكر سنيده ولكن انا نحتاجو السكر ثقيل، لان السكر سنيده الا درناه مع هذه العجينه ما غاديش يذوب، غادي يبقاو لينا دوك الحبيبات من كنكونوا ناكلو الحلوه، غادي نبقاو نطيحو في داك السكر سنيدة. لهذا غادي ديروا السكر الثقيل يعني سكر كلاصي. غادي نضيفوا معاها هاد الزبده هادي، وغادي نبدا نخلطوا هاد المكونات، يعني الدقيق الزبده الياغورت وهاد الروح ديال الفاني. صافي ونخلطوا بيدينا يعني حتى تتماسك لينا هذا الخليط كله، يعني تولي لنا عجينه يعني متماسكه. العجينه صافي كيما شفتوا خلطناها ويعني وخلطنا حتى تتماسكات، يعني حصلنا على عجينه ملساء يعني ماسكه، يعني نقدروا نشكلوا بها اللي بغينا. غادي نهزها نديرها في هذا الاناء ونديرها نغطيها بواحد الفيلم الومونتير ونديرها في الثلاجه ترتاح واحد تقريبا واحد 15 دقيقة عاد باش نبدا نطلقوها ونورقوها بالدلاك. غادي ناخدو ديك لاباط ديالنا العجينة وغادي نورقوها بالدلاك، يعني حتى نحصلو على واحد السم كيكون يعني رقيق، باش نديرو فيها يعني باش نحشيوها بهاد العقدة اللي درنا. العجينة ديالنا صافي هي ورقناها درناها يعني رقيقة باش تعطينا واحد التوريقة زوينة. وغادي نديرو فيها العقده ديالنا، يعني ديك سميتها ديك العقده ديال التمر، نديروها رقيقه ما نديروهاش تكون غليظه بزاف باش ما تعطيناش الصبيعات يكونوا غلاط بزاف. انا بغيت نديرهم يكونوا رقيقين.
صافي غادي نمشيو على هذه الطريقه هذه، يعني حتى انا نديرو هذا الطول ديال هاد العجينه اللي عندنا، هاد الورقه اللي ورقنا وصافي. ومن بعد نلفوها كما قلنا، نحاولوا نلفوها على هاد العجينه، على هاد العقده هذه، يعني هاد الحشوه اللي درنا، نحاولوا ان ما نخلوش الفراغ باش ما تجيناش مهويه من الداخل. يعني نبغينا هاد العجينه ديالنا تكون لاصقه على الحشوه، على هاد العقده هاد اللي درنا. نديرو دوره واحده صافي، لا نديرو ما نديروش دورات بزاف، دوره واحده وصافي. ونقطعو بالموس بعد ما كنحربلو هاد القطيب هكا، غادي نقطعوه يعني بحال صبيعات، ما نديرهمش كبار بزاف، شويه باش ما يجوناش يعني الحليوات يكونوا كبار، بغيناهم حنا يكونوا صغيرين. صافي صافي غادي نمشيو على الطريقه دي. صافي نديرو لهم بحال هاد الشكل. صافي ومن بعد غادي نجيبو البيض، غادي نجيبو الجنجلان غادي يكون خضر، ما غاديش يكون محمر. غادي نبقى نغطسو هذاك الراس ديال هاد الحلوه من هاد الجنب ومن الجنب الاخر، ونديرهم في الجنجلان. خصنا نغطسوهم في الجنجلان باش يهزو لينا الجنجلان من هاد القنت ومن هاد القنت اخر. نديرهم بحال هكا يعني الجنب وهاد الجنب. نديرو البيض يعني من هنا، ونديرو البيض عاوتاني من الجهه الاخرى، ونغطسوهم في الزنجلان كما قلنا. الزنجلان ما يكونش محمر، ديرو في البيض البيض، ديرو في الزنجلان. صافي نمشيو على طريقه حتى تنكملوا كل شيء. هاد الحلوه ديالنا ندخلوها الفران، كنكونوا الفران سخناه من قبل. صافي ونخليوها حتى تولي ذهبيه يعني طيب. صافي ونخرجوها من الفران. لي سيكار ديالنا اللي حشيناهم بالعقده ديال التمر، هي صافي هما جبدناهم من الفرن، يعني كنخليهم في الفرن حتى يتحمروا، يعني ياخذوا واحد اللون ذهبي ونخرجوهم. تنتمنى ان شاء الله الطريقه اللي تعجبكم، يعني كنحاول ما امكن اننا نديروا شي حاجه اللي تكون بسيطه ونقدروا نديروها. كنحاولوا نديروا شي يعني حلوات اللي يكونوا على قد اليد، الواحد ما يكلفش راسو يدير شي حاجه اللي في الاستطاعه ديالو. وكنتمنى يعني تجربوها وتعجبكم. ما تنساوش تشاركوا معايا في قناه ديال تعلم الطبخ المغربي بوغرن. ما تنساوش كذلك انكم تبارطاجوا الفيديو ديالي مع الاهل ديالكم والاحباب ديالكم. ان شاء الله نتلاقاو في الجديد مع شيوات ديال تعلم الطبخ المغربي بوغرن. وخليت لكم الراحه والصحه والراحه، والله يعاونكم.